نعم، إذا تحدثنا عن آخر ساعة كان هناك قصف لمنطقة ريفني شمال البلاد لمنشأة عسكرية وفق ما قال المتحدث العسكري هناك. طبعا يأتي في غضون دوي لصفارات الإنذار مست أغلب المناطق الأوكرانية. أيضا تحدث الحاكم العسكري بمنطقة فينيتسا وسط البلاد عن إسقاط صاروخ روسي. كذلك هنا في العاصمة دوت صفارات الإنذار على فترات متعددة. طبعا في غضون ذلك المعارك الرئيسية تبقى دائرة في المناطق الشرقية، خاصة في ضواحي محمد. قبل التوجه إلى المناطق الشرقية، أريد منك التعقيب على ما تم الإعلان عنه من قبل الجيش الروسي بأنها الجيش والقوات الروسية دمرت شحنة أسلحة غربية كبيرة غربي كييف. هل من معلومات متوفرة حول هذا الاستهداف الروسي؟ نعم، مثل ما ذكرت المنشأة العسكرية التي استهدفتها القوات الروسية كانت في منطقة ريفني شمال البلاد وفق ما تحدثت السلطات العسكرية هناك، لكن هي في كل مرة الجانب الأوكراني لا يتحدث عن تفاصيل هذه المنشأة العسكرية. وبذلك لحد الساعة ما هو متوفر من معلومات، لأن الاستهداف كان قبل نحو ساعة من الآن، الحاكم العسكري هناك لم يتحدث عن الأضرار سواء أو الضحايا سواء المادية، الأضرار أتحدث هنا الأضرار المادية أو البشرية في تلك المنشأة. طبعا لا يتم الحديث أيضا إن كانت هذه المنشأة العسكرية تستخدم لأغراض ربما عسكرية أو تصل إليها الأسلحة التي ترد أوكرانيا من الدول الغربية. طب ماذا عن التطورات في المناطق الشرقية؟ نعم، في المناطق الشرقية يتركز هناك التوتر في منطقة لوهانسك بالأساس، حيث تهدف القوات الروسية الخروج إلى الحدود الإدارية لهذه المنطقة، وهناك مدينتين رئيسيتين يستهدفهما الجانب الروسي، هما مدينة ليسيتشانسك وكذلك سيفيرودونيتسك. تتحدث القوات الأوكرانية في المنطقة الشرقية عن صد 11 هجوما كبيرا للقوات الروسية خلال الساعات 24 الأخيرة، كما تحدثت عن خسائر روسية منها 8 دبابات وعن طائرات مسيرة قامت بإسقاطها، بالإضافة إلى العدد من المعدات العسكرية. طبعا هناك إقرار ربما غير مباشر من الجانب الأوكراني بتقدم للقوات الروسية من ناحية لوهانسك، لكن من ناحية دونيتسك يبدو أن المقاومة شديدة ولم يحقق الجانب الروسي أي تقدم هناك.